ما كيفية الرمل؟ هل هو الهرولة أم الإسراع قليلا؟ وهل يجوز للنساء؟ الرمل يستحب في طواف القدوم للحج أو طواف العمرة، هذا الذي يشرع فيه الرمل، طواف القدوم أو طواف العمرة. وهو والرمل معناه الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الإسراع مع تقارب الخطى، ويشرع للرجال فقط. أما النساء فليس عليها رمل، هذا خاص بالرجال.